نعم. هكذا كان صباح الاثنين أول أيام الحجر الصحي الموجه وسط العاصمة. عدد الناس قليل حتى أنه نادر جدا، حركة المرور سلسة بشكل طبيعي، والحياة بدأت تدب في المدينة ووسائل النقل غير مكتظة بالمسافرين كالعادة. والسبب سريان تنفيذ قواعد الحجر الصحي الموجه. بالنسبة للكثيرين من رواد المترو والحافلة، فالصورة تعكس احتراما شبه كامل لقواعد الحجر الصحي من تباعد اجتماعي وارتداء للكمامات. فما شويه ما ممكن 30 كمامات صحيح، فهمت؟ لما الناس بعضها على بعضها وماهوش معبي المترو، فهمت؟ هي بالنسبه لنا الاولاني ما يصيرش، انا فما بالنسبه لي انا باهي حاجه ماهيش خايب خير من اللي كانت قبل. محترمين معناها التباعد الاجتماعي ولابسين دي بابيت، وفما معناها منظمين معناها فما المحترم وفما اللي لا. مثلا تو فما في الكرسي حاط لك ما تبقاش بحذاه، فما شكون جا وبقى فيها البلاصه هذيك. بيعلق بصراحه، يعني معبي بكيفيه غريبه وعجيب، الناس لازقه في بعض. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، مش الكل ملتزمين باش يلبس كمامة. احترام للعباد، احترام بعضها للعباد بالذات. واحد المواطن لازم يحافظ على روحه. إذا حافظ على روحه معناها بقدرة الإله تعدي الأزمة لا بأس. اللي يحترم اللي خايف على روحه يحترم الحجر الصحي، واللي مش خايف على روحه ومستهزئ بالحكاية. سوق جديد بالنسبة لل لي بانو اللي عاملينها في القاع، يزيدوا يوعيوا الناس اكثر باش ياخذوا مسافه نتاع امان ويبداو فاكتور رياحيه. المفروض كل واحد يراقب روحه قبل المراقبه، خاطر المراقبه قداش باش تتبع العباد. اما المفروض المواطن يعرف كونه معناها المساله ماهيش سهله، فيها خطر على حياته وعلى غيره، دونك يلزم يلتزم بالقوانين هذه. بالنسبة للمشرفين على شركة النقل بتونس فإن بدء سريان الحجر الصحي الموجه قد استعادت له الشركة منذ مدة، وذلك عبر توفير أسطول كاف من الحافلات والمترو والترفيع في وتيرة سفارات النقل المنتظم، فضلا على تخصيص أكثر من 200 حافل لنقل عمال المؤسسات الاقتصادية. كما أنهم يطلبون من رواد وسائل النقل ارتداء الكمامات والاستظهار بالتراخيص اللازمة. والله بالنسبة للمتروات احنا وفرنا لو ماكسيموم متروات باش تحاول العباد ما تلصقش لبعضها. ثم حاجه اخرى بالنسبه للبافيات للمواطنين، هذيك مسؤوليه الحكومه والدوله هي توفرها، مو معروفه ينهار لين نهار ثاني تبقى فما اشكاليات نحاولوا نتلافوها. الفتره هذيك فتره معناها انتقاليه، ان نتصور انه النهارين هذوما بكثير من التفاهم منا حاولنا انه الناس هذه ننقلوها، لكن المواطنين يكونوا واضحين انه راه مطالبين انه يحمل الكمامه وانه يقدم الترخيص نتاعو قبل ان يدخل فضاءات النقل او يدخل وسائل النقل. هكذا كانت الصورة في وسائل النقل العمومي في أول أيام الحجر الصحي الموجه، صورة لا تعكس بالضرورة احتراما تاما لقواعد الحجر الصحي، ولكنها تقتضي في قادم الأيام قوة رقابية عالية من الجهات المعنية ووعيا مضاعفا من المواطن حفاظا على صحة الجميع.